ساعات من موعد انتخابات حزب الليكود التمهيدية، نتنياهو يعد ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تونس لإجراء مباحثات على رأسها الأزمة الليبية. والجزائريون يشيعون الفريق قايد صالح في جنازة مهيبة. الخامسة من i24 News، أهلا بكم. أعلن الرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن نيته تقديم خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية ومناطق صناعية جديدة في مستوطنات الضفة. ويأتي إعلان نتنياهو هذا قبل ساعات من الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود التي ستجرى غدا، حيث تنحسر المنافسة بين نتنياهو وجدعون سعر، وسيقدم القرار خلال أسبوعين القادمين للمصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط. ويأتي إعلان نتنياهو رغم إدراج ملف المستوطنات في قائمة جرائم الحرب التي أوصت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية تقديمها ضد إسرائيل للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن نيته تقديم وفي شأن متصل، جدد رئيس تحالف أزرق أبيض بني جانتس في كلمته في اجتماع الفصائل، جدد موقف حزبه من عدم تفويض مهمة تشكيل الحكومة لشخص متهم في الفساد في الانتخابات القادمة في حال فوز بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة في إسرائيل. أني أمير كان خاد وخلاك. أقول هنا بشكل لا بت فيه، حزب كحول لافان بقيادتي يتخذ قرارا واضحا في الانتخابات المقبلة بشأن ما إذا كان يمكن لأي شخص متهم بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة أن يحصل على تفويض لتركيب الحكومة. الجواب هو لا، لا من ناحية أخلاقية ولا من ناحية الأداء. إلى ذلك رد غانس على توصية محكمة الجنايات الدولية بتوجيه تهم لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، قائلا أن الجيش الإسرائيلي أحد أكثر الجيوش الأخلاقية في العالم. أود أيضا أن أقول بضع كلمات عن الاتهامات والتعبيرات غير المتناسبة لقضايا لاهاي ضد دولة إسرائيل. بصفتي رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي وكشخص خدم البلاد لمدة 38 عاما، أعرف وأقول إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو أحد أكثر الجيوش الأخلاقية في العالم. لقد عرفنا دائما كيفية التعامل مع الأخطاء بالطريقة الأكثر صحة واستثنائية بأكثر الطرق جدية من أجل الحفاظ على جودة العملية. وعن انتخابات حزب الليكود الداخلية وحظوظ بنيامين نتنياهو وسعر، يسعدني أن أستضيف هنا في الاستوديو الزميل الصحفي مروان عثمان. أهلا بك مروان. بداية، ما هي آخر التوقعات عن حظوظ كلا المرشحين نتنياهو وجدعون سعر؟ بالفعل 24 ساعة قبل فتح صناديق الاقتراع تحتدم المنافسة بين سعر وبين رئيس الحكومة نتنياهو على رئاسة الحزب. الطرفان ينشغلان الآن في إعداد العدة للوصول حتى آخر ناخب محتمل يمكن أن يصوت لهما. نتنياهو يعقد العديد من الاجتماعات اليوم، الاجتماعات الشعبية لمصوت، بينما سعر ينشغل بالاتصال بإجراء مكالمات هاتفية لحث مصوتيه وداعميه بالخروج والتصويت غدا. الانتخابات سوف تجرى غدا في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد. مروان، وفق استطاعات الرأي الأخيرة، نتنياهو سيجلب في حال فوزه مقاعد أكثر لحزب الليكود، في المقابل سعر لن يجلب هذه المقاعد، فلماذا سيذهب أعضاء في الليكود للتصويت إلى سعر في هذه الانتخابات الداخلية؟ بالفعل الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن نتنياهو يحصل على عدد مقاعد أكبر لليكود، لكن كتلة اليمين ستحصل على عدد مقاعد أقل. هذا هو النقطة الخلاف أو النقطة التي يجب التوقف عندها، بينما سعر يحصل على عدد مقاعد أكبر للحزب، لأقل عدد عدد مقاعد أقل في الليكود، لكن كتلة اليمين تحصل على عدد مقاعد أكبر، وبالتالي
لحظوظ سعر في تشكيل حكومة على الأقل بحسب استطلاعات الرأي حكومة يمينية هي أكبر من حظوظ نتنياهو. بالتالي هنالك نوع من عدم الوضوح في هذا الموضوع، وسيما أن هنالك الكثير من المصوتين في داخل اليمين الإسرائيلي في الذين لا يرغبون في التصويت لنتنياهو بسبب ملفات الفساد وبسبب إجراءات المحاكمة وبسبب هجومه على المنظومة القضائية في إسرائيل وعلى منظومة إنفاذ القانون في إسرائيل. بالتالي هنالك العدد بينما سوف يصوتون لسعر الذي يبث رسالة من الرسمية واحترام للمؤسسات وما إلى ذلك من هذا الموضوع، يخاطب اليمين العقلاني في إسرائيل، بينما اليمين العقلاني لا يريد التصويت لنتنياهو. نتنياهو يلوح بموضوع المستوطنات، برأيك سينجح في محاولة ربما التكتيم على ملفات الفساد داخليا في الليكود؟ موضوع المستوطنات هو موضوع مرحلي يخدم نتنياهو الآن في حملته الانتخابية لرئاسة الحزب، حيث أكبر معاقل المصوتين أو مخازن الأصوات إذا ما شئنا أن نسميها لنتنياهو تأتي من المستوطنين في الضفة الغربية الذين ينتمون لليكود، بالإضافة إلى المجمع آخر الذين يتبعون الرف مزوز والذي كان قد أعطى بركته لنتنياهو للتصويت ودعا داعميه وداعمين للتصويت لنتنياهو. بالتالي هذان المركزان هما مركزا ثقل في داخل الليكود، والذي يجب نتنياهو أن يأخذ بالحسبان مآربهم. في أقل من دقيقة، في حال فوز نتنياهو برئاسة الليكود مرة أخرى، برأيك هل ستتكرر موضوع في الانتخابات الثالثة في الانتخابات الحكومة الثالثة في إسرائيل وفشل تشكيلها من جديد، فشل تشكيل الحكومة؟ حتى الآن الصورة تبدو غير واضحة، لكن الاستعدادات أو حركة الانتخابات فعليا لم تبدأ بعد، الحملات الانتخابية لم تبدأ بعد، لكن هنالك حراك في الشارع. أي نعم المعسكرات بقيت على حالها، لربما تزيد تقل لكنها تبقى في نفس المستوى، لكن هذا يبقى رهينة صندوق الاقتراع وماذا سيفرزه في الثاني من مارس أذار المقبل، ما سيقوله الناخب الإسرائيلي هو ما سيقرر. وبالتالي من الصعب جدا التكهن ماذا ستكون نتيجة الانتخابات، لربما سيحسمها الناخب الإسرائيلي إذا ما قرر حسمها، أو ربما نحن نتجه نحو انتخابات رابعة خلال أغسطس أيلول القادم. وهو انتظار أن يتكشف جديد في هذا الموضوع. مراسل I24 مروان عثمان، وشكرا جزيلا لك. وإلى موضوع آخر، وقع نفتالي بنت وزير الجيش الإسرائيلي على قرار يقضي بحجز أموال 8 أسرى فلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية، ويشمل القرار مبالغ بمئات آلاف الشواكل التي تنقلها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى المدانين بقضايا أمنية، وحكم على 5 منهم بالسجن مدى الحياة. ويركز القرار على الرواتب ومخصصات الشهرية التي يتلقاها الأسرى من السلطة وكذلك من المستفيدين منها. أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت إلى مقتل 9 أشخاص من نفس العائلة، جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين بحسب قوله. واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 من تشرين نوفمبر منزل الفلسطيني القيادي في الجهاد الإسلامي رسمي أبو ملحوس. وجاء هذا الاعتراف بالتزامن مع توصية محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بطلب من الجانب الفلسطيني للنظر في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحقهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. قال رئيس أركان الإسرائيلي أفيف كوخافي خلال مؤتمر في المركز الأكاديمي المتعدد المجالات في مدينة هرتيليا، قال أنه توجد فرصة للتوصل إلى تهدئة مع حماس في قطاع غزة. واعتبر كوخافي أن احتمالات نشوب حرب مرتفعة رغم أن الحرب هي المخرج الأخير بحسب قوله، مضيفا أن إسرائيل تناقش والجانب المصري تحسينا ملحوظا للوضع الأمني في قطاع غزة بمقابل السماح بتسهيلات للمدنيين في القطاع. في الحرب القادمة سنضطر أن نهاجم بقوة كبيرة في المناطق المأهولة، العدو اختار أن يتركز هناك فنصل إليه وهو لا يتواجد هناك فحسب، بل إنه يطلق النار من هناك على مواطنينا. ستكون غاراتنا معتمدة على الاستخبارات، سنحذر المجتمع المدني وسنسمح له بإخلاء المنطقة وبعدها سنضرب بقوة.
وفي الشأن الإيراني قال كوخافي إن فيلق القدس في حرس الثورة الإيراني ينقل أسلحة متطورة إلى العراق شهريا ولا يمكن لإسرائيل أن تسمح بحدوث هذا الأمر. وتابع أن إسرائيل تبدأ جهودا كبيرة مكشوفا وسريا من أجل عدم السماح للأعداء بحيازة سلاح دقيق، قائلا أن إسرائيل إن إيران تواصل إلى الجانب القيود على برنامجها النووي. في العراق أعلن الوزير المرشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة قصي سهيل تنازله عن الترشيح وسط استمرار صخب المظاهرات المعارضة للنظام. ورغم إصلاح قانون الانتخاب في العراق لا يزال العراقيون ينددون بزعائمهم في الشارع متهمين إياهم بالاستشراء بالفساد والمحسوبيات. موجة الاحتجاجات الشعبية في العراق تتصاعد مع تفاقم مسلسل الاغتيالات والخطف، غضب أعلن عنه المحتجون فور وفاة الناشط ثائر الطيب، تلاه إضرام للنيران بمقر الأحزاب الشيعية وإغلاق مستمر للجسور والطرق، ضمن مطالبة بتسمية رئيس للوزراء يلبي مطالب الشعب العراقي. رئيس الوزراء يكون من الشعب العراقي، الشعب العراقي الكتلة الأكبر من الأحرار ومن كربلاء ومن النجف، الشعب العراقي الكتلة الأكبر مو المالك الكتلة الأكبر، ولا هادي العامري، هادي العامري إيراني والمالكي إيراني وقيس الخزعلي إيراني، دول ذيول إيران. وفي خضم النزاعات الشعبية السياسية يعتذر قصي السهيل مرشح تحالف البناء عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة لتبدأ النخبة السياسية بتداول أسماء أخرى، يرجح البعض بأن أحدها هو أسعد العيداني، غير أن البيانات البرلمانية تتذبذب بين نفي وتأكيد على إرسال تحالف البناء كتاب ترشيح العيداني لرئيس الجمهورية برهم صالح. أزمة الكتلة الأكبر في البرلمان لا تزال قيد انقسامات سياسية وانتظار برلماني، آراء برلمانية متعددة طالبت بإيجاد حل بعيدا عن الشرط الدستوري. ليتلقى الرئيس العراقي برهم صالح طلبا من حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب يشير لإمكانية الخروج عن القيد الدستوري واختيار شخصية تقود الحكومة. إلى ذلك شيع المئات في جنوب العراق ناشطا توفي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 10 أيام في انفجار سيارته جنوب العراق، بينما قام محتجون ليلا بعيد إعلان وفاته بإحراق مقرين لفصيلين مواليين لإيران. وكان ثائر الطيب الناشط المعروف في الديوانية التحق بالحراك الشعبي قبل 3 أشهر في ساحة التحرير بوسط العراق. هذا وكانت واشنطن فرضت بداية الشهر الحالي عقوبات على الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي بتهم اختطاف وقتل وتعذيب بحق ناشطين عراقيين. أعلن النائب الإيراني علي مطهري أن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض استجواب وزير الداخلية عبدالله رضا رحماني المتهم بتنفيذ أوامر قمع المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها المدن الإيرانية والتي أدت إلى مقتل 1500 شخص وفقا لآخر الإحصائيات الغير رسمية. وكان وزير الداخلية قد دافع عن قيام قوات الأمن والحرس الثوري والبسيج بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي، وذلك خلال جلسة البرلمان حسب ما نقل عنه النائب محمود صادقي. لبنانيا قال الرئيس ميشيل عون إنه من الخطأ اعتبار الحكومة المقبلة برئاسة حسان دياب حكومة حزب الله، وشدد خلال تصريحات أدلى بها قبيل قداس عيد الميلاد شدد عون على إنه ليس رئيس حزب التيار الوطني جبران باسيل من سيشكل الحكومة، مضيفا إن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف وأن الحكومة ستقوم على اختصاصيين. في إدلب تستمر حركة النزوح الكثيفة من قرى ريف
من قرى الريف مع تقدم قوات النظام السوري نحو مدينة رئيسية في تلك المحافظة وسيطرتها على مناطق جديدة. وفي ظل الأحوال الجوية الماطرة والباردة لا تزال عشرات السيارات المحملة بالنازحين تتجه شمالا إلى الحدود التركية على وقع غارات الجوية الروسية والقصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام السوري. فشلت محاولات تركيا في موسكو بإيقاف العمليات العسكرية السورية في إدلب، فجاءت الأمطار الغزيرة اليوم لتخفف من غارات الطيران الروسية، فعشرات الغارات الجوية الروسية خلال الأيام الماضية كانت كافية لتمهيد الطريق أمام الجيش السوري بالتقدم الميداني في محافظة إدلب. فمع تقدم القوات السورية في المحافظة باتجاه معرة النعمان ثاني مدن المحافظة واقترابها من الطريق الدولي حلب دمشق، اتجه عشرات الآلاف من النازحين السوريين نحو الحدود التركية ملتحفين العراء دون مأوى أو مساعدات إنسانية في ظل البرد والشتاء القارس ووضع إنساني يرثى له. صارنا سنتين هون نزحنا بجوباس، وهلق كمان نفس الشيء نفس الحكي، صرنا ننزح من جوباس على سرمدة على معبر باب الهواء، وإحنا عم نحمل سيارتنا ليك شوف شلون محملة وضرب الطيران الروسي. فمحاولات المعارضة فتح جبهات جديدة في بلدة القصابية جنوب غربي محافظة إدلب لتشتيت القوات السورية لم تفلح، واستمر تقدم القوات السورية حيث استعادت 45 قرية، فباتت مدينة معرة النعمان تحت سيطرة القوات الحكومية السورية ناريا، ليبدأ الجيش السوري عملية عسكرية من محور بلدة الظفر كبير في محيط أبو ظهور وسط تقدم في مغارة ميرزا وحلبان ومتابعة بعض المجموعات تقدمها شمالا باتجاه تل خطر الاستراتيجي وسط اشتباكات عنيفة مع المجموعات المعارضة المسلحة. واتهمت دمشق أنقرة بنقل نحو 100 مسلح من جيش الإسلام من ريف الحسكة إلى محافظة إدلب بالوقت الذي شرعت تركيا إقامة جدار عازل حول منطقة عفرين وباقي المناطق ضمن مخطط لفصل المدينة عن سوريا من الجهتين الشرقية والجنوبية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى تونس لإجراء مباحثات مع نظيره قيس سعيد حول الشأن الليبي، قال أن بلاده تود حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات، وإذا مرر البرلمان قرار تقديم الدعم العسكري إلى ليبيا فستنفذه تركيا، مؤكدا ضرورة حضور كافة الأطراف في مؤتمر برلين الساعي لحل الأزمة الليبية بأقرب وقت ممكن. إسهام في التسوية وحل للأزمة أم تنسيق بالأدوار في المشهد الليبي؟ فبعد الاتفاق التركي الروسي على مواصلة الاتصال بخصوص الوضع في ليبيا، تستمر مساعي أنقرة الدبلوماسية في حوض المتوسط بوصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس في زيارة غير معلنة ومفاجئة التقى فيها بنظيره قيس سعيد، وبحث الطرفان سبل وقف إطلاق النار والاشتباك في ليبيا وإيجاد حل للخروج من الأزمة، علما أن الرئيس التونسي التقى خلال الأسابيع الماضية رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج وممثلين عن مجلس زعماء القبائل الليبية ومسؤولين آخرين في خطوة لحل الأزمة الليبية. ولم تتطرق محادثات الأطراف إلى مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا حول مسألة ترسيم الحدود البحرية بعد أن أثار الاتفاق الأمني نقاشات في تونس التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد على نحو 500 كيلومتر وتعتبر شريكا اقتصاديا هاما. الرئيس التركي أكد في ختام زيارته على ضرورة مشاركة تونس والجزائر وقطر في مؤتمر برلين المزمع عقده في مطلع عام 2020، قمة تدعو إلى حل الأزمة في ليبيا. فالرئيس التركي يعتبر الدول الثلاثة الأكثر دراية ومعرفة بالأوضاع الداخلية هناك. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف علام توفيق المختص بالشأن التركي. أهلا بك علام.
أهلا بك أنسام، مساء الخير. مساء النور. بداية، الرئيس التركي علام رجب طيب أردوغان في تونس اليوم لإجراء مباحثات مع نظيره التونسي بخصوص طبعا الأزمة الليبية ومسائل أخرى. طبعا هذه الزيارة تتزامن مع دراسة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فلماذا هذه الزيارات الدبلوماسية برأيك في ظل نوايا تركية تصعيدية في ليبيا؟ يبدو أنها تأتي في إطار أن تركيا تريد أن تؤكد بأنها تصد نفسها داعبا إقليميا ودوليا مهما، تحديدا فيما يتعلق أولا في موضوع شرق البحر الأبيض المتوسط، وثانيا ما يتعلق بالموضوع الليبي. الزيارة اليوم تركز إلى حد كبير على موضوع الملف الليبي. طبعا من المهم الإشارة هنا أنسان إلى أن هذه الزيارة لم تكن معلنة مسبقا، وكان هناك جدول آخر للرئيس التركي ولوزير الخارجية ووزير الدفاع اليوم من المفترض كانوا أن يشاركوا بها، ولكن تم إلغاء كل هذه الجداول وتمت الزيارة بشكل سري وعاجل. وبالتالي يبدو أن تركيا تسعى الآن من أجل يعني أن تنسق إلى حد كبير مع الجانب التونسي تحديدا، نظرا لأن تونس تتأثر بشكل مباشر من الأزمة في ليبيا، وهي تريد أن تجعل من تونس في المحور الذي تصطف فيه به تركيا. لكن علام، لتركيا خلافات مع واشنطن وموسكو في سوريا، لماذا تفتح هذه الجبهة في ليبيا في هذا الوقت تحديدا؟ هي مرة أخرى تستغل الخلافات القائمة بين مختلف الأطراف في المنطقة. أولا كما قلت قبل قليل، هي تريد أن تفرض نفسها كلاعب رئيس، ولكن في إطار هذا الأمر هي تستغل الخلافات القائمة على سبيل المثال بين الاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية، تستغل الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا، نظرا لأنها تعول كثيرا على دعم أمريكي في مواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، وهذا تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صراحة، بمعنى أن تركيا تستغل الظروف القائمة وتحاول أن تكرس هذه الظروف من أجل الوصول إلى ما تريد. بالمحصلة تركيا وبحسب تصريحات مسؤولين أتراك باتت تدرك الآن بحسب ما يقولون إن يعني سياسة الحياد التي كانت متبعة في الأيام الماضية أو في الفترات الماضية ليست مجدية، وأن تركيا يجب أن تفرض نفسها كلاعب قوي، ليس فقط من خلال التنقيب عن الغاز، ولكن أيضا من خلال عقد اتفاقات مع أطراف دولية مهمة وتؤثر على أطراف دولية مهمة أخرى، بمعنى أن الأمور ذاهبة الآن إلى التصعيد. يعني الملف الأبرز الآن هو طبيعة العلاقة بين تركيا من جهة واليونان على وجه التحديد من جهة ثانية، بالإضافة إلى أطراف دولية أخرى. يعني الأمور يبدو حتى هذه اللحظة أنها ذاهبة نحو المزيد من التصعيد، وتركيا ماضية قدما في هذا الأمر وتقول إن لديها حق في هذه الملفات، طيب، وإنها تتعامل بناء على مصالحها القومية كما تسميها. علام توفيق المختص بالشأن التركي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وإلى موضوع آخر، أكد وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بقلي أن مصر تخلت كليا عن شرط تدفق 40 مليار متر مكعب من المياه السنوية من سد النهضة خلال المتحدثات الأخيرة في الخرطوم. من جهتها ردت القاهرة بإعلان تمسكها بموقفها، وقال بقلي في هذا الشأن أن سحب مصر لمقترحها نجاحا كبير لمسار التفاوض، مشيرا إلى أن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل إلى اتفاق على تعريف فترة الجفاف وكمية المياه المفترض أن تتدفق خلالها، آملا أن تحقق الجولة القادمة من المحادثات المقررة في يناير المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تقدما ملموسا للدول الثلاث. وفي شأن مصري آخر، قالت وزارة البترول المصرية أن الوزير طارق الملا وقع 4 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار، وتنطوي الاتفاقية على منح بنحو 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئرا. شيع جزائريون اليوم رئيس الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح بجنازة مهيبة وصلت إلى قصر الشعب، وكان آخر ظهور لقايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية الاثنين في 19 من كانون الأول الماضي أثناء مراسم تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب قبل أسبوع.
قتل 35 مدنيا أغلبهم من النساء في هجوم للمتشددين في أربندا شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الرئيس روش كابوري في تغريدة. وأعلن الرئيس الحداد الوطني ل 48 ساعة تكريما لأرواح ضحايا الهجوم الذي قتل فيه 7 و80 إرهابيا. وفي سياق متصل، ندد البابا فرانسيس في رسالته السنوية بمناسبة عيد الميلاد بهجمات المجموعات المتطرفة وخطف المؤمنين في إفريقيا، ودعا الحبر الأعظم في ساحة القديس بطرس بالطمأنينة للمضطهدين، خصوصا المبشرين والمؤمنين المخطوفين وضحايا الهجمات الجماعات المتطرفة، خصوصا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. لعله يجلب السلام لأولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين مزقتهم الصراعات المستمرة. لعله يجلب العزاء للذين يعانون من العنف أو الكوارث الطبيعية أو تفشي الأمراض، لأولئك الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب عقيدتهم الدينية، وخاصة المبشرين والمؤمنين المختطفين ولضحايا الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة، ولا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا. في الهند، عززت السلطات الإجراءات الأمنية وأوقفت خدمة الإنترنت في عدة مناطق مع التزام أعضاء في الحزب الحاكم الخروج في مسيرات تأييدا لقانون الجنسية المثير للجدل رغم تصاعد الاحتجاجات الرافضة له. ويرى الكثير من الهنود أن القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني للهند. والختام من مصر، وتجربة فريدة تتيح للمكفوفين خدمة المبصرين. مبادرة مشتركة بين محام يعاني من إعاقة بصرية وصاحب متجر في مصر تتيح للأشخاص المصابين بإعاقة بصرية تعلم مهارات الطهي وتقديم الطعام للناس في الظلام الدامس. وتهدف التجربة إلى تعزيز حواس الفرد البدنية والعيش في أجواء حدث دنيوي بعيون شخص يعاني من إعاقة بصرية. إن أنا عايز أنقل قضايا ذوي الإعاقة من الجمعيات الأهلية، من المساعدات اللي بلا مقابل يقدمها المعاق، إلى شكل مختلف، مساعدات جديدة. يشارك عزب المشروع مع العلامة التجارية العالمية دانلو نوار، وبدأه في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني بهدف مساعدة الذين يعانون من إعاقة بصرية على إعالة أنفسهم. هذا ويقول العاملون في المطعم إن عنصر الثقة داخل في التجربة. أنا مثلا واحدة مش بشوف، تمام؟ هاجي عايز حد بيشوف يوصلني، اقول لهم انا مش واثقه فيك. طب ما انت كده بيتعامل من خلال العالم بتاعه، هو دلوقتي لما يجي يثق فيا، لان انا كده اوريدي ببقى في الضلمه، انا كده بعرف اتعامل في الضلمه كويس جدا. هو مش هيعرف يتعامل، بالعكس هو فعلا المفروض يعني يثق فيا، لان انا ده العالم بتاعي، فهو اللي هيبقى غريب على العالم ده مش انا. تأسست دان لونوار عام 2002 في باريس، ولها أفرع في لندن وبرشلونة ومدريد وسان بطرسبورغ وملبورن ومراكش. ختام الخامسة، إلى اللقاء.